ضيفتنا مميزة، شعارها القوة، السعادة، الذكاء والنجاح. بنوت مهضومة كتير، بسيطة وعفوية، صنعت هويتها الخاصة، قدرت تترك بصمة بستايل كل صبية من خلال الأكسسواريز اللي بتشتغلها بحب. هالصبية عمرها بس 18 سنة. ياسمينة الكردلي، أهلا وسهلا فيك. هاي منال، نورتينا. Thank you كتير لاستضافتكم اليوم. ياسمينة، شغلك بيكبر القلب. Thank you. شغلك كتير حلو، بيسحر العين. يعني اسم الله عليك بهالعمر الصغير قدرت توضعي بصمة كتير حلوة بستايل كل صبية. خبرينا كيف بلشت مشوارك؟ بلشت مشواري بفترة كورونا، وقتها كان في لوك داون. بعد اللوك داون، بعد ما خلص اللوك داون، فكنت قاعدة هيك قلت لماما انه ليه ما بنفتح اونلاين بيج. كان درجة هاي خبرية انه نفتح اونلاين بيج، هلا انا كان بدي بلش تياب. فقلت لي اوكي، نزلنا انه عم نبرم على محلات جملة وهيك. صراحة البادجت تبعي كان كتير واطي، لأنه بتعرفي كان أزمة دولار، كان الدولار تقريباً شي 7000 بهاي المرحلة. فصراحة ما حبيت شي، والبادجت تبعي مثل ما قلتلك كان وقتي. فسائبت أنه شفنا محل أكسسوريز بيجيب من برا، ففتت لعنده وقالت لي ماما أنه مازال ما حبينا التياب، بنشوف الأكسسوريز. فأنا هون بلشت ب$100، كان بمساعدة أمي وبي أكيد، وبلشت اكسسوارز جبتهم جاهزين. بس من بعد تقريبا شي 3-4 اشهر حبيت انا، بس بلشت الصيفيه، انه صير انا اعمل اشياء بايدي، لانه الاشياء اليدويه هي لها معنى اكثر من الاشياء الخالصه طبعا. فجبت كل العده والخرز والخيطان والبنسة والقفوله وكل شيء، وبلشت انا وماما من اول الطريق، من الولاد صغار لولاد كبار. يعني الوالده هي اللي ساعدتك بموهبتك. صح. بس انت عندك اياها من انت وصغيره. يس اكيد، انا من انا وصغيره بجيب هول العلب الصغير، كنا احنا وصغار كنا وبلش اعمل وزع للعائله. بس ثابت انه بس كبرت وهيك قلت انه لا، حابه اعمل شيء لإلي، بيج لإلي اقدر انه انا اعتمد على نفسي من خلاله، واكيد بمساعده اهلي. اكيد كل التحيه لاهلك، يعني اهلك هن اللي دعموك. صح، من رفقاتك أول رفقاتك بشف وشغلك، شو كانت الفيدباك؟ هلا بعدنا عم بحكي على صعيد رفقاتك. صح، ما طلعنا بعد على العالم اللي شافت شغلك على الاونلاين بيج. هلا رفقاتي هن حبوا كثير الفكره، بما انه انا لما فتحت اونلاين بيج اكسسوارز بعد ما كان في كثير اكسسوري بيجز، وخصوصا انه نحن بنات وبهالعمر بنستحلي اشياء وبحر وهيك. فحبوا رفقات الفكره، وطبعا كلهم يعني نفعوني وحبوا الفكره اكيد، شجعوني بهذا الموضوع. ياسمينة سباركلي ليتل ثينجز هي هيدي الاونلاين بيج. صح، تبع ياسمينة حاليا عم نشوفها قدامنا على الشاشه، صفحه اللي عم تنشر عليها كل قطعه بتشتغليها. ياسمينة، من وين بتستوحي افكارك؟ افكاري بجيبها من بحب الصيفيه، بحب البحر، بحب الاشياء الملونه. يعني بتخيل انه حلو البنت يكون في صدف والوان، وتكون لابسه اشياء انه غير الذهب. يمكن في ناس ما قادره تجيب ذهب، او ما قدرتها انه هلا بهالاوضاع تشتري اشياء ذهب. بس انا عندي بالبيج انه بحط حالي محل كل صبيه، انه انا حابه البس هيك وحابه اعمل هيك. بعمل مش بس من ذوقي، بعمل من ذوق امي وامي، بعمل انا وامي اشياء كمان مش من ذوقنا. في عالم كثير بتحب اشياء يمكن نحن ما بنحبها. هلا انت بتشوفي مثلا على اليوتيوب فيديوز او صور وبتطبقيهم، ولا او انه وبتضيفي وبتعدلي عليهم؟ اكيد، ولا بس انه مرات هيك انه انا حابه اعمل، خطر لك هيك براسك مثلا نيكليس او براسليه بطريقه غير ما انا موجوده على اليوتيوب؟ هلا ايه، في كم شغله انا بكون مثلا رايحه اجيب بضاعه، بلاقي هاي القطعه بتخيلها براسي مع هاي القطعة، بركبهم مع بعض، بصير أعمل موديل جديد ماني عملته من قبل. وأمرار مثلاً بكون ظاهرة بلاقي صبية لابسة شيء بيلفتني الشيء اللي لابسته، بيكون أكسسوارز هاند ميد، فبحب أعمل مثله. بس أمرار بزيد عليه هيك تاتش صغيرة من عنا. ياسمينة، يعني أنت بشغلك عم تستهدفي فئتين، فئة الصغار والكبار. صح، ما خبرتيني قديه صعب إنك تقنعي
الصغار بشغلك وقد ايه صعب تقنعي الكبار بشغلك؟ اكزاكتلي الكبار دائما بيلجأوا للاشياء الكلاسي، اشياء الالوان اللي بتليق بالكبار، والولاد بحبوا الاشياء هيك المهضومه، الكب كيكس الاسم. هلا بعمل انا امرار اسامي، بحط حدهم كب كيك، فهذا الشيء بيجذب الولد اكيد انه بشوف اسمه حده هيك كب كيك او ارنب او واتس ايفر مع الالوان وهيك. خصوصا ياسمينة خبرتيني بداية اللقاء انه وقت فترة كورونا بلشتي وكان البيجي تبعك مش كتير عالي. صح. طب نحن هلأ عم نمرق بأزمة بالبلد، كيف عم تقدر توفري حق المستلزمات وتجيب البضاعة اللي بتحتاجيها لشغلك؟ هلأ أنا بضاعتي هي نصها باللبناني نصها بالدولار، بس أكيد لما بدي أجي سعر أنا بحط حالي محل كل زبون، أنه أنا بقعد بحسبها على حالي. هلأ أنا مضطرة مثلاً أشتري هيدا العقد ويكلفني هالقد وأدفع دليفري عليها هالقد، يعني بحط حالي محل كل صبية أنه قدي قدراتها أو أنه إذا مستاهل يجيب هيدا العقد صراحة يا سمينة هالقد. أنا هلأ نحن عم نشوف على الشاشة شغلك، لا أنا مستاهلة أني أنا أجيب نيكليس. عن جد شغلي كتير حلو. Thank you. طب هل في المواد بعدها متوفرة ولا على الأزمة اللي عم نمرق فيها في مواد بطلت موجودة؟ كنتي أنت already you need it بشغلك. صح. هلا في مرقت فترة فترة تقريبا شي شهر وشوي انقطع عندي شي معين الكل بيطلبوا اللي هو الستونز الملونة، في منه بلو في منه بينك كل الالوان يعني، فكان هيدا الشيء كثير مطلوب. فمرقت فتره انه انا قطعت من هيدا المواد وصراحه ما بقى قدرت مشي من وراء وضع البلد، بس بعدين مشي الحال الحمد لله. ياسمينة بتعتبري للمستقبل، خلينا نحكي هلا لبعدين، انه ممكن يكون عندك شغلك الخاص هو الاكسسوارات الهاند ميد اكسسوارز اللي انت اوريدي عم تعمليهم؟ اكيد اكيد ان شاء الله. يعني بنشوف مثلا ياسمينة عندها محل خاص ستارتلي ليتل ثينجز. صح. انا وامي حاطين فكره براسنا انه نفتح اكيد كل التحيه للوالده. صح. كل التحيه للوالده اللي عم تدعمك دائما بكل خطوه. صح صح صح. انا وماما حاطين براسنا انه بدنا نفتح مصلحتنا الخاصه، بدنا نسميه كمان اكيد سبارك ليتل ثينجز مثل ما بلشنا، ما حبينا نغير الاسم. ان شاء الله بس يزبط الوضع شوي بدنا نفتح محل ما خصه بس بالاكسسوارز، كل شيء حيكون هاند ميد من اي. يعني هي مش بس انه موهبه، انت حابه بتحبي تمارسيها، يعني انت عم بتفكري نيكست ستيب لبعدين انه تكبري شغلك يصير عن نطاق اوسع. هلا انا حاليا غير الاكسسوارز عم بعمل بيتش هاتس للبحر، هول الطواقي الاشلي هلا دارجين. حلو. فبجيبهم انا ما عليهم ولا اي شيء وبلش جديد عليهم وبحط صدف والوان هيك بالصيفيه، حلو على البحر انه تحطي صدف هيك. فعم بلش ستيب باي ستيب غير الاكسسوارز انه فوت هاتس، حتى بالشتاء فتت فولارات كمان، فان شاء الله لقدام ياسمينة. شو برجك؟ الجوزاء. الجوزاء دايما صبايا الجوزاء متعددين المواهب. صح. اسم الله عليك. بتعرفي انه انا برج الجوزاء. صحيح. نحن كثير متواصلين لهذا البرج. ياسمينة قد ايه كان السوشيال ميديا دور بالترويج لشغلك للبيتش تبعك؟ هلا السوشيال ميديا ساعدتني صراحه، كونه في توصل لاكبر شريحه من الناس، بلوجرز وانفلونسرز. تعاملت كذا مره مع بلوجرز وانفلونسرز، هن ساعدوا بهيدا الشيء. ومثل ما بتعرفي الريلز كمان، وعندي صفحه على الانستغرام وعملت صفحه على الفيسبوك. صراحه حسيت الانستا مشي اكثر، فالانستا ساعدتني كثير ليجيب فولورز وزباين لعندي. ياسمينة قد ايه بيستهلك منك وقت انك تشتغلي كل قطعه؟ قد ايه بياخذ منك تعب وجهد ليطلع شيء حلو؟ صح معك حق. هلا تقريبا يعني اقعد انا اجيب خيط من ولا شيء واقعد شك بقلبه خرز، حط له بكله وقيسه على رقبتي، شوف اذا بدي اقعد اقول للزبونه بركي هي انصح مني بشوي كونه انا شوي ضعيفه، فبصير بحط احتياطات كثير انه بركي وبركي. بياخذني تقريبا شي ساعه ونص،
وكمان في كتير عالم بتسأل إنه مين اللي بصور الإبداع على البيج. هو أنا اللي بصور إبداع على البيج، بقلب البيت فوقاني تحتاني بس تطلع إنه الصورة زابطة والقطعة مبينة، لأنه كتير أنا صراحة بهمني التصوير على البيج، لأنه الواحد بس يفوت على البيج من خلال الصور يا البيج بتلفته يا لا. أنا بعرف من حالي صراحة. صح مظبوط. برأيك هلا أو الشغل اللي أنت عم تقدميه على البيج بيحقق لك المردود المادي اللي انت بدك اياه، اللي انت بتنطريه، ام انه خلص هي موهبه انت بتحبي تمارسيها وقد ما كان قد ما كان المردود المالي عادي بالنسبه لك؟ لا، المردود المالي مش مثل ما انا بدي، هي اكثر كموهبه، لانه بكل صراحه بقول انه انا من البيجز اللي بعدها منا كثير عم بتغلي كونه للوضع اللي نحن فيه، سو انا ما بنطر المردود يكون كثير كافي، هي اكثر كموهبه، لانه مثل ما قلت لك انه انا بسعر بحط حالي محل الزبونه، انه بعد بدي ادفع دليفري وبعد بدي ادفع حق العقد، انه قد ايه اتلاست بده يطلع حق الشغله اللي بده اطلبها. ياسمينة انت تلميذه جامعه؟ صح. اي سنه؟ ثاني سنه هلا. ثاني سنه، عمرك 18 سنه وثاني سنه جامعه، اسم الله عليك. شو بتدرسي؟ بدرس بزنس، وان شاء الله اخر سنه بدي اتخصص فيها اتش ار. اي جامعه؟ انطونيه بالمعبده. عندك شغل ثاني غير الهاند ميد اكسسوارز؟ هلا عندي موهبه بعتبرها هي شغلي الثاني اللي هو بارت تايم، بصور انا تصوير ميك اب، يعني فيس مودل. اسم الله عليك. ثانك يو، كلك ذوق. بصور ميك اب كثير مع كذا ميك اب ارتست من عمر 16 سنه، بلشت فيها ما يعني ما كنت مخططت لها صراحه، بس ثاقبت انه مره عملت ميك اب عمري 16 وتصورت وحبيت الفكره، ومن وقتها ميك اب ارتست ورا ميك اب ارتست صار يطلبني ودائما بصور. مره صورت لمجوهرات واجاني كذا سفره، بس للاسف ما قدرت اروح من ورا الباسبور تبعي عنا بلبنان. فبعتبر هيدي الموهبه الثانيه كمان هي كانه شغلي الثاني كبارت تايم. I'm so proud of you. Thank you. ياسمينة كيف بتقدري طيب توفقي بين البارت تايم اللي عم تشتغلي انت كموديل فيس موديل وبجامعتك، بين جامعتك وبين شغلك؟ هذا السؤال كثير بينسأل خصوصا من رفقاتي، انه انت بضل وقتك فل وكيف بتلحقي وهيك. صراحة ما بحب مثلا الصيفية تبعيتي تكون فاضية، انا هلا ما عندي جامعة، يعني انا هلا عم فتش على شغل، مش لانه انا عبالي مصاري او عبالي، لا انا بحب انه خلص لحي حالي. جوزاء مهنيين ياسمينة. ما بحب ضل قاعده وخلص وما عندي شيء. هلا بيمرق ايام بقعد بالبيت وهيك، بس يعني بنسق، بعمل الصبح انه الصبح بدي اخلص هيدا الاوردر، عندي طلبيه، الظهر لازم ادرس لامتحاناتي، وبالليل امرار بظهر. في فتره مرقت كمان سجلت بالجيم، فكنت عم لحق بين شغل، كنت كمان عندي شغل غير البيج، شغل جيم بيج جامعه، فهيك تعبت شوي فقررت انه وقف جيم. ياسمينة بالعوده للبيج، بروتكشن، باور، كاريج، سكسس، هابينس، لوف، انتليجنس، ويلث. شعارك دائما شو السبب؟ صح. سببي انه انا حدا كثير بحب الايفل اي، عندي شيء مع الايفل اي، ففي عدة الوان من هاي الايفل اي، فانا بحب انه لما الزبون ينقي عقد وينقي بقلبه وعين، ينقي اللون اللي هو بحبه، الكلمه اللي هي بترمز له لاف انتليجنس، يعني هو ينقي اللي هو بحبه. بس فكره حلوه. صح. انعرض عليك تشاركي فنانين بمعارض، فنانين تشكيليين او شيء بمعارض، تحطي تبرزي بضاعتك بمعرض معين؟ هلا انا فتت بكريسماس، فتت بمعرض بماري مخايل، كان 3 ايام، طبعا نزلت انا وماما، كان من الصبح لبالليل، نزلت مره واحده، وهلا عم فكر هاي الصيفيه ان شاء الله بعد جمعه بركه كمان بماري مخايل، بركه نزل الاحد ان شاء الله نحن كمان بنروح. ياسمينة شو الفيدباك اللي دائما بتوصلك من الاشخاص لما انت بتشتغلي الشغل بتصوريه بيوصل الدليفري، الزبونه بتشوف الطلب تبعه، ولا شو الفيدباك دائما؟ دائما بكون ناطره الفيدباك صراحه، بكون ناطرته على نار. انا حسب ما شفت، انا
عن جد حسيت انك بتشتغلي القطعة with love. اذا ما اشتغلتيها بحب مثل ما انا قلت بالانترو بحس ما بتعطي يعني ما بتعطي شيء حلو اللي انت بديكي. اكزاكتلي ببقى عم ببعت الاوردر بقول لها بليز انه بس يوصلك الاوردر بليز سند مي يور فيدباكس. والحمد لله صراحة ولا مرة اجاني فيدباك بشع لانه ما بكذب على الزبون يعني ما بيطلب شيء بيبعث لي صوره بده من هاي ببعث له غير لون او غير شكل. امرار مثلا بيكون مقطوع من اللون اللي هو بده اياه الاوردر اللي هو بده اياه بقول له انه ما في من هيدا اللون في من اللون الافتح مثلا. يعني انا بسال الزبون قبل ما ابعث له اياه بركي ما حب اللون ما في اجبره. فالحمد لله دائما الفيدباك بتكون انه واو ميرسي كثير ومعمولين بطريقه كثير حلوه ومرتبين. ياسمينة شو أكتر قطعة اشتغلتيها وحبيتيها؟ أكتر قطعة بالصدف صدف خصوصي بالصيف الأنكلت اللي نزل منه صدف. وعندي هلأ بست سيلر هو جولد بليتد جنزير ونزل منه أحرف اللي هو بيتكون من اسم. هيدا حالياً البست سيلر مع الصدف بالصيفية. ما في أجمل من الصدف بالصيفية. يعني شو بدي خبرك بنت عمرها 18 سنة قدرت تعمل كل هالقصص ببين قديش عندها مستقبل واعد وقديش هي بنت طموحة. بدي منك تطلعي بالكاميرا وتوجهي نصيحة لكل صبية. بدي انصح كل صبية بعمرك بعمري حتى براسة هدف معين تضل صابرة وتضل حاطته براسة لأنه لو شو ما صار بالآخر إذا هي صبرت عليه وحطته براسة هذا الهدف حتوصل له لو شو ما كان. ياسمينة أنا بدي أتشكرك وأنا كمان بدي أتشكرك وأنا كمان جايبة هيك شي سامبل صغير بس تفرجيك على شغلي وأكيد نشوف. بدي أقدم لك Thank you. كادو Thank you. هلا هن شوي كتار. أوكي خلينا نشوف. هلا طبعا في اشياء مش من ذوقي لانه في عالم عندها كثير اذواق صراحه للصبايا. شوفوا شو حلوين حتى كنا عم نحكي للفئه الصغار محبي الصدف. محبي الصدف مين؟ ليكو هيدا الشيء شو حلو صبايا. واو ايفل اي هو الست بريسلت صح كمان. هيدا العقد اللي لحظه بس شوي اللي انا اخترعته صراحه لانه هيك كنت عم جيب بضاعه فحطيته هيك حطيت كل قطعه لحال براسي وركبتهم سوا. حلوين كثير. ايه كمان عم نشوف النكليس والبريسلت. لا شغلك كثير حلو هون كمان ايفل ايز. انا انعجبت بصراحه كمان. واو شغل سوبر واو. ثانك يو عن جد بعقده كثير حلوين. يعطيكي الف عافيه. انا كثير انعجبت واكيد كلياتنا حنعمل فولو للبيج وبندعمك ياسمينة. ثانك يو. وانا بوعدك انه دائما انا رح وصيك على اخبار ناطرتك. وانا حابه كمان اقدم لك هديه بتلفزيون لعنا ف نقي اللي بتحبيه اذا بدك كلهم كمان ما عندي مشكله. ثانك يو ثانك يو. هيدي البساطه والعفويه اللي كنت عم بحكي عنها ببدايه لقائنا مع ياسمينة البنوت المهضومه كثير اللي قدرت تضع بصمه كتير حلوة بستايل كل صبية. بكرة حتشوفوا كمان أنا ستايلي من ياسمينة الكردلية. شكراً كتير لإطلالتك معنا. شكراً لك منور. كل التوفيق. كلكم ذوق.